السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب راح نلعب كيلر نيرس بيركات بيركات نيرس العادية، وراح نحط لدنات، هذه لدنات ما ادري شنو هي، بس يلا حط. اهم يا شباب هذولي ثلاث بيركات حقت نيرس، وراح نحط الكيك هذول لدنين وليفلي 16. اوكي يا شباب، ماب جدا خايس، ما اعرف شنو راح اسوي بلنكات، وراح يصير يعني راح ننجلد من الحين. قاعد اقول راح ننجلد، نحاول على طول نروح ابعد جنريتر. اتوقع لا عطى وحده، راح ما ندري راح ما نيرس راينيرس بيركات شيله على طول. يا شباب والله العظيم في يعني ريونيس ما كنت يعني سريع ومستعجل، اتوقع خلاص راح يروح عليك الجيم. اتوقع عندس اطلع اطلع من جحر، يحرقون يا شباب والله انهم يحرقون حرق، بس انا احاول اخطهم اخطر اخليهم. لا يا شباب شفتوا انتم شلون، انتم شفتوا شلون وضعي حتى شباب، بس اسحب هذي سريع سريع صح علق على هذي. طلعت في نفسي اني ما شفت واحد كان هني يمشي. ما ادري وين راح، شنو ينجا هذي روح دز بك ثاني. عطها الحين خلاص الكوب ورس يخلص كلامي. عطها وش كسر وشو؟ كسر ذاك الجنريتر. طيب اخ وين رايح؟ ما ادري نلعب شلون؟ خلصت عن لاي؟ لا اكمل. بسيط بسيط. عطه نروح هناك سريع سريع، حول عليه نروح. عطى بلينك واحد بلينك ثاني وعطه والديتار حق، يلا روح بس. Ah!
مات الشايب فين؟ يا حبيبي يا شنو شلون وصل المفروض يمشي انا علم عطى واحدة هذا بلينك يا شباب راح اجيبه تشوفون هذا بلينك راح اجيبه بعيد عطها المشكلة يركض ما يعطيك اي مجال انا حالما انا خليه انا خليه ليش شلون هيل اصلا ليش عنده ادرينالين لنا طريقة مشي دوخ عيب ما خليه عطى يا رجال عطى من أول عطى من أول يا شيخ يا شيخ السلام عليكم لا ما في حد لا انت بتساعد خويك افضل افضل لك روح اطلع اطلع الله يلا حلو يا شباب 3 كل جيم ماب 3 كل يا شباب والماب خايس والله تدعني سوينا علينا جيم صح هذا الماب يا شباب اقسم بالله تقريبا من افضل المابات ما ادري ليه يا اخي الماب قوي بالنسبة لي روح هناك انا اللي فجر هناك في واحد عطى لا يدهار بعد المفروض يكون هني بعدين عطى بلينك
بيضيع وقتي يا شباب، بيضيع وقتي بيضيع وقتي. لا لا خطا خطا. عطى شباب حرقوني يا شباب، مش سالفة. بس صوت احتفال. والله كنت اسمع صوت واحدة في العمية. ثلاث جنراترات المفروض واحدة. عطى احتلك بدالك. وش صار؟ خلاص يلا انتن. اذا ما كذا ضربناها انتن من ابوها. انتن من ابوها. انا ما عندي مشكلة، انا ما عندي مشكلة. انتن العادي. اهم شيء في الجناطرة جنب بعضها ما حد يخلص. مسحب مسحب كل صوت، يعني لازم ينصاد. شيله 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 يعني تسجلين تحضاك بسوونه. لازم على صيده خلص. شباب لازم نصيده. لازم نصيده. لازم نصيده. مسخرنا يا شباب. خلص الجيم الثاني الخايس. دقوني دق حرق جنراترات بشكل مو طبيعي يا عمي. شال الجيم الخايس. الجيم المفروض ما ينزل على اليوتيوب، بس شو نسوي؟ راح ننزله. واخذنا بعد 5 دقايق. وني وصلنا لنهايه المقطع. جزاكم الله خير. اشتراك. السلام عليكم.